بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مدرسة الأندلس الابتدائية الخاصة للبنين ترحب بكم مع أسرة الدراسات الاجتماعية في لقاء جديد معكم أعزائي طلاب الصف الثالث الابتدائي. ونبتدي أبطال درسنا اليوم بالتعرف على العنوان، ألا وهو المشكلات البيئية. هيا بنا نتعرف على أهداف درسنا اليوم. أهداف درسنا اليوم: يتوقع من الطالب نهاية الدرس أن يكون قادرا على أن يتعرف الطالب مفهوم البيئة تعريفا صحيحا، أن يستنتج الطالب مفهوم التلوث البيئي بشكل سليم، أن يحدد الطالب أنواع التلوث البيئي بدقة ووضوح. انتهي الدرس اليوم من خلال التالي: مراجعة على ما سبق. تعلمنا في السابق التبادل التجاري هو تصدير البلاد الفائض من منتجاتها واستيراد ما تحتاجه من سلع من الدول الأخرى. ثم عناصر التبادل التجاري هي الاستيراد هو شراء البضائع من الخارج لبيعها في أسواق البلاد. ثم التصدير هو بيع منتجات البلاد إلى دول العالم. تعلمنا أن من صادرات دولة قطر: 1 النفط، 2 الغاز الطبيعي، 3 الأسمدة. ثم ذكرنا من وارداتها أيضا المواد الغذائية، السيارات والآلات الماشية بأنواعها، الأجهزة الإلكترونية، ثم المنسوجات. لاحظ وأجيب: ما الشكل الذي تعبر عنه الصور التي أمامنا أو ما الذي نستنتجه منها؟ أحسنتم، التلوث البيئي، نستنتج منها التلوث البيئي. الهدف الأول لدرسنا اليوم أن يتعرف الطالب مفهوم البيئة تعريفا صحيحا. ما هو مفهوم البيئة أبطال؟ أحسنتم، هي المكان الذي تتواجد فيه الكائنات الحية وكل ما يحيط بها من هواء وماء ونبات. بارك الله فيكم. هيا بنا نختبر معلوماتنا على ما سبق. الأرض التي نعيش عليها وكل ما يحيط بنا من هواء وماء ونبات، يشير المصطلح السابق إلى مفهوم البيئة، التلوث، الأرض، المحميات الطبيعية. أحسنتم، يشير إلى البيئة. إذن الإجابة الصحيحة هي البيئة. التقويم البنائي للهدف: سين، أعرف مفهوم البيئة تعريفا صحيحا. أحسنتم، هي المكان الذي تتواجد فيه الكائنات الحية وكل ما يحيط بنا من هواء وماء ونبات. الهدف الثاني لدرسنا اليوم أن يستنتج الطالب مفهوم التلوث البيئي. الصور التي أمامنا على أي شيء تدل يا أبطال؟ أحسنتم، تدل على مفهوم التلوث البيئي ويقصد به الأضرار التي تصيب البيئة. يبقى إذن التلوث البيئي هو الأضرار التي تصيب البيئة، من تلوث الهواء وتلوث المياه. هيا بنا نختبر معلوماتنا على ما سبق. يقصد به الأضرار التي تصيب البيئة، يشير المصطلح السابق إلى مفهوم التلوث البيئي، البيئة، الأرض، المحميات الطبيعية. أحسنتم، يقصد به التلوث البيئي. إجابة صحيحة. التقويم البنائي للهدف الثاني: عرف مفهوم التلوث البيئي تعريفا صحيحا. أحسنتم، يقصد به المكان أم يقصد به الأضرار يا أبطال؟
أحسنتم، يقصد به الأضرار التي تصيب البيئة. الهدف الثالث لدرسنا اليوم أن يتعرف الطالب أنواع التلوث البيئي، أو أن يحدد الطالب أنواع التلوث البيئي بدقة ووضوح. خلق الله تعالى البيئة التي نعيش فيها جميلة ونظيفة وآمنة، ولكن الإنسان في هذا العصر لم يحافظ عليها كما خلقها الله تعالى، فظهر كثير من مشكلات البيئة، وأهمها التلوث البيئي الذي أضر بعناصرها من هواء وماء وتربة. كما تأثرت كل الكائنات الحية من حيوانات ونباتات وطيور بهذا الضرر، ولم يسلم الإنسان نفسه من ذلك. كما نرى أبطال أمامنا، هذا يدل على تلوث الهواء والماء. وإذا حافظ الإنسان على البيئة في الصورة التالية أمامها، يكون الوضع أفضل بكثير للإنسان. الصورة التي أمامنا على أي شيء تدل؟ أحسنتم، والتالية بارك الله فيكم تدل على تلوث الهواء. ويكون تلوث الهواء يا أبطال إما من أدخنة المتصاعدة من المصانع التي لا تراعي عملية الاحتباس الحراري، أو حرائق الغابات، أو حرق المخلفات سواء كانت الزراعية أو الآدمية. والصورة التي أمامنا على أي شيء نستنتج منها يا أبطال؟ أحسنتم، تدل على تلوث المياه. تدل على تلوث المياه يا أبطال. هيا بنا نختبر معلوماتنا على ما سبق. سين، عدد أنواع التلوث البيئي. جيم، أحسنتم، تلوث الهواء. اثنان، تلوث المياه. التقويم البنائي للهدف الثالث لدرسنا، يكتب أمام كل عبارة مما يأتي نوع التلوث الذي تمثله. الأدخنة الناتجة عن حرق النفايات، أحسنتم، تلوث الهواء. تخلص من نفايات المصانع في المياه يدل على، ممتاز، تلوث المياه. الغلق الختامي لدرس اليوم، تعلمنا في درسنا اليوم مفهوم البيئة هي المكان الذي تتواجد فيه الكائنات الحية وكل ما يحبها من هواء وماء ونبات. مفهوم التلوث البيئي يقصد به الأضرار التي تصيب البيئة. أنواع التلوث البيئي، 1، تلوث الهواء. 2، تلوث المياه. سؤال الغلق الختامي لدرس اليوم، عدد أنواع التلوث البيئي. ممتاز، 1، تلوث الهواء. 2، تلوث المياه. وبذلك يا أبطال نكون قد انتهينا من درسنا اليوم، مع أطيب التحيات لكم. في الختام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمتم في رعاية الله وأمنه. إلى لقاء جديد مع أسرة الدراسات الاجتماعية.